ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير كتير. النهارده ان شاء الله الفيديو خطير، مشتريات انا كنت بقالي فتره بدور عليها، وحاجات كتير ما كنتش لاقياها، وحاجات كتير كنت متردده ان انا استخدمها او ما استخدمهاش. هل هي فعلا كويسه زي ما بيتقال عليها ولا مش كويسه؟ جمعت المشتريات دي في الاخر في فيديو واحد، وان شاء الله ربنا يسهل وتطلع كويسه. طبعا انا النهارده هقول لكم على الاماكن وعلى الاسعار اللي جبت منها المشتريات والحاجات، وحاجه حاجه استخدمتها طبعا هقول لكم في ريفيو مفصل عنها، مميزاتها عيوبها، هل فعلا الكلام اللي اتقال عنها صح ولا لا. هقول لكم كل حاجه. اول حاجه كده، انتوا عارفين ان انا ما بحبش اشتري اونلاين كتير، يعني بقلق شويه، بخاف، مش اي جروب انا بثق فيه، مش اي جروب بجيب منه. بقالي فترة كبيرة دخلت على جروب حاجات، يعني عناية بالبشرة، عناية بالشعر، عندها حاجات كتير، عندها ميك اب، فدخلت شفت حاجات كتير. فالمهم كنت عايزة حاجات، فالحاجات دي لقيتها عندها، بالأخص كنت عايزة المقشر ده، فالمقشر ده لقيته عندها، ولقيت كل أنواع عندها، فقلت هجيبه من عندها. طب هجيبه ده بس، يعني الأوردر هيبقى صغير. طب عايزة حاجات تانية، فجبت الحاجات التانية. أولا خلينا في الحاجات اللي أنا اشتريتها أونلاين، وبعد كده هقول لكم الحاجات اللي أنا اشتريتها من الصيدلية. اولا انا كنت محتاجة المقشر ده جدا. ليه بقى؟ احنا دلوقتي طالعين من الصيف. الصيف اول ما بنطلع بنخلص فترة الصيف بتبقى فيه مشاكل كتير في البشرة، فالفترة بتاعت الخريف دي انا بشوفها ان هي فترة يعني كويسة جدا ان انت تعالجي الحاجات اللي حصلت لك في الصيف لبشرتك، تعالجيها في الخريف. زي ما بنطلع من الشتاء برضو بنعالج الحاجات اللي حصلت في الشتاء، بنعالجها في الربيع. فالنهاردة المشتريات دي انا بعتبرها مشتريات للخريف، هجرب وهشوف الكويس منها. اول حاجة زي ما قلت لكم انا كنت عايزة المقشر ده، وكان بقالي فترة كبيرة جدا بدور عليه، لكن انا لقيته فعلا في صيدليات كبيرة، صيدليات ليها اسم معروفة، يعني لقيته السعر بيتفاوت من 210 ل 240، نفس الحجم وكل حاجة. فبصراحة لما دخلت على الجروب ده كلمت البنت، لقيته بيتباع عندها ب 170، وطبعا انا بعرف اميز ده كويس قوي اذا كان اوريجينال او مش اوريجينال، لان انا يعني بقالي كتير جدا بستخدمه، يعني بقالي سنين بستخدمه فعارفاه. فالمهم جبته من عندها ب 170، ودي كانت اول حاجة. هي بنت صبورة جدا، وانا يعني كان في انواع كتير كنت محتارة بينها وبين بعض، فكلمنا مع بعض ولقيت ان هو ده مناسب ليا. اول حاجة. تاني حاجة جبتها اللي هو الماسك المقشر بتاع القدم، وده انا كنت جبته قبل كده الحقيقة، مش عارفة ما كانش عاجبني، فقلت احاول ان انا اجربه تاني، يمكن اللي انا جبته ما كانش تمام. يعني جبته برضو من عندها، بس الحقيقة الفرق ما بين ده والتاني ان التاني ما كانش ليه ريحة خالص، ده وحتى والباكت مقفول ريحته كويسة. بيعتمد، يعني ده بيعتمد على فكرة اللي هي تقشير الفواكه بيقشر القدم. انا ما بحبش اروح اي مكان اعمل باديكير او كده، بخاف وبقلق، فبعمل في البيت عموما. فجبت ده وهجربه وهقول لكم عليه. ده سعره 70 جنيه، في اماكن وفي جروبات بتبيعه لحد 90 جنيه، بس هي ادتهولي ب 70 بصراحة، وهو سعره عندها 70. على فكرة هي ما تعرفش خالص ان انا عندي قناة او عندي جروب او اي حاجة، انا كلمتها على ان انا عميلة عادية وبشتري منها. اخر حاجة عجبني عندها المبرد ده، كان بقالي فترة برضو المبارد بتاعتي مش عجباني، وانا كمان في الفترة الاخيرة زي ما انتوا عارفين الضوافر عندي كانت هشة وكنت بعالجها وكده، فجبته لان الحقيقة هو برضو في ناس كتير شكرت فيه، فقلت اجربه. ده كان ب 15 جنيه. دي كده الاسعار اللي هي من جروب الاونلاين. هسيب لكم ان شاء الله الجروب تحت عشان لو عايزين تدخلوا وتتفرجوا وتشتروا حاجه منها. هي بنت كويسه جدا ومتعاونه جدا وبالها طويل،
وذوق جدا جدا جدا، ومش بتمل ومش بتقطم في الكلام زي ناس كتير. الحاجات كلها جاية متغلفة بالاسترتش، اذا كان حتى المبرد او ده او اي حاجة متغلفة بالاسترتش. احلى حاجة عندها ان هي الحاجة جاية في شنطة، والشنط بتتكتب عليها زي حكم كده، الشنطة اللي جايالي مكتوب عليها يوما ما ستحلو الحياة. فربنا يسهل يعني، ان شاء الله خير. الاوردر جالي بسرعة يا جماعة، والتوصيل كويس جدا، مندوب الشحن كمان عندها ممتاز يعني. دي كانت اول حاجة انا جبتها، والحقيقة ان مقشر القدم ده كان انطباع عنه مش كويس، بس حبيت ان انا برضو اعيد التجربة تاني. ده انا كنت هموت واجيبه، لان كان بقالي فترة بدور عليه، ولما لقيته غالي فصدمت بسعره قوي الحقيقة. بس هجربهم ان شاء الله، وهعمل لكم عنهم ريفيوهات مفصلة. الحاجات بقى اللي انا جبتها من الصيدليه، جبتها من في حاجات جبتها من 19/011، وفي حاجات جبتها من العزبي. بصوا بقى، ودي انا جبتها من صيدليه عاديه. كنت سألت كتير قوي فتره الصيف اللي فات دايما عن غسول كويس للحبوب، غسول كويس للبشره الدهنيه، غسول كويس للبشره المختلطه، فكنت دايما بتسأل على النوع ده اللي هو ستارفيل. فانا الحقيقه كنت يعني انا من النوع اللي برد بقول انا ما اعرفش او ما جربتوش، بس ريفيوهات عنه كانت مشجعه. فانا جبته ب 75 جنيه، جبته من صيدليه عاديه ب 75 جنيه، هو 250 مللي. طبعا هعمل لكم ان شاء الله ريفيو مفصل عنه، بس هو دلوقتي بعد ما جبته للاسف من صيدليه كانت تحت العماره عندي، بعد ما جبته لقيت ان هو بره في العزبي وفي 19/011 وفي رشدي عليه اوفر، بتاخدي الاثنين ب 75 جنيه. فممكن لو انت عايزه تجربيها مثلا انت واختك او انت وصاحبتك، فممكن تجيبيها دلوقتي، طبعا سعره كويس جدا. طبعا انا اخدت يعني مش عايزه اقول لكم، كنت يعني هتقهر اول ما دخلت لقيت عليه اوفر. عشان كده انا اشتريته، انا اوريدي انا عندي الغسول بتاعي وبحبه كل حاجه، بس اشتريته عشان اجربه. اشتريته دلوقتي ليه؟ لان احنا دلوقتي الجو ابتدى ان هو يبقى كويس، فقلت دي فرصه مناسبه ان انا اغير الغسول بتاعي، الاسنان ما غيروش في وقت يكون البشره بتاعتي تعبانه وقت فصل الصيف والشمس والحر والحبوب وكده. فانا ان شاء الله هستخدمه وهقول لكم ايه بالظبط الانطباع عنه. تمام، ب 75 جنيه. بعد كده طبعا انتوا عارفين ان انا جل الالوفيرا بالنسبه لي مهم جدا جدا جدا. فانا يعني كنت دايما بستخدم جل الالوفيرا على بشرتي، بدخله في اي خلطات في اي حاجات، لكن كنت عايزه اجرب نوع تاني غير امتنان، لان انا عفوا دايما بجيب امتنان وبحبه وبجربه في كل حاجه، بس لازم يبقى في تغيير، وانتوا عارفين ان انا لازم اجرب كل حاجه عشان اقول لكم بمصداقيه. ده من فيتال كير، دي براند كنت عملت عنها لو انتوا تفتكروا قبل كده جل للشعر، وقلت لكم ان الجل كان ممتاز. فالتجربه دي خلتني اقول طب ما انا هجرب حاجات تانية، عندهم حاجات تانية. هما ما عندهمش الحقيقه السكين كير غير جل الالوفيرا بس، ده اللي انا شفته بصراحه، ما اعرفش في حاجات تانية مثلا مش نازله مصر، بس هو ده بس. ده انا جبته من 19/011، كان ب 95. ده 300 مللي، يعني هو اللي خلاني كمان اجربه ان هو 300 مللي، فكبير يعني ما شاء الله مش صغير. فجبته واوريدي انا استخدمته، بس لسه برضو مش هقدر ان انا احكم عليه تمام غير لما شويه كده، وهقول لكم بالظبط يعني ايه بالظبط ومميزاته وايه عيوبه، طبعا هيبقى ريفيو كامل عنه. تمام. تاني حاجه جبتها، بس ده جبته من العزبي، ده ب 100 جنيه، برضو من نفس البراند. ده عبارة عن حاجة كده تريتمنت للشعر، حاجة معالجة للشعر. هو عبارة عن مش كريم يعني، هو لوشن لانه هو خفيف، بيتحط على الشعر، في منه بزيت الارجان، في منه بحاجات كتير على حسب مشكلة شعرك. يعني دي لو مشكلة شعرك التساقط، في حاجات بتعالج التساقط. لو مشكلة شعرك مثلا انه بيهيش، ففي حاجات بتعالج الهاشن. عندهم يعني من النوعية دي عندهم حاجات كتير قوي. زي ما قلت لكم 100 جنيه برضو 300 مللي من نفس البراند اللي هي فيتال كير. ده مبدئيا عجبني، وبرضو هعمل لكم ريفيو مفصل عنه، لان هو يعني يستاهل الحقيقه ان يتعمل له ريفيو كامل.
دي كانت مشترياتي اللي انا كنت بدور عليها بقالي فتره كبيره وما كنتش عارفه المها. وفي حاجات زي ما قلت لكم، الحاجات اللي انا كنت خايفه اجربها زي ده، زي الماسك ده، زي برضو جيل الالوفيرا كنت خايفه برضو. فانا قلت دي يعني فرصه كويسه ان احنا الجو ابتدى يتحسن، فابتدي اجرب واقول لكم ان شاء الله كل حاجه هيتعمل عليها ريفيو مفصل. مبدئيا طبعا ده العشق، ده مش عارفه انا ازاي لحد دلوقتي ما عملتش عنه ريفيو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب ما تكونش كنت تقيله على قلبكم. وطبعا ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وكومنت حلو جميل زيي. ولو جربتي حاجه من الحاجات دي قوليلي جربتي وايه تجربتك وايه انطباعك عنه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني على خير. هتوحشوني كتير، بحبكم كتير. باي باي.